الموضوع بالنسبة للمتوحد فكرة بقى عادة، الموضوع بالنسبة ليك كمنشئ محتوى بقى أوفر. كل 20 يوم بنمر بانتكاسة في المشاهدات، بعديها خلل في الإحصائيات، وصدقني الموضوع ما بقاش مفهوم. بنقابل كتير الفترة الأخيرة مشاكل كبيرة جدا في التعامل مع استوديو اليوتيوب، سواء بالموبايل أو بالكمبيوتر، وعلامات تعجب موجودة في كل مكان، تعمل ريفرش يرجع يشتغل من أول وجديد. بنمر بانخفاض في المشاهدات مريب ومرعب، بانخفاض في الساعات مريب ومرعب، ولكن مكملين. برغم كل ده انا مكمل على اليوتيوب، وانت كمان لازم تكمل. انا بوضح لك مش بائسك، انا بوضح لك بفهمك بعلمك ان الموضوع ده احنا كمنتجين محتوى بنمر بيه من شهر تقريبا 2 3 4 5 6 7 8 9 وجاي 10، وانا متأكد اننا في 10 هنمر بنفس التجربة، ومفيش شهر من الشهور ده الا وانا قبضت من اليوتيوب. انخفاض في المشاهدات من 32,000 و33,000 الى 23,000، والموضوع ده حصل برضو من 20 يوم، 4 ايام او 5 ايام ورا بعض انخفاضات. وكل ده يعود الى تحديثات اليوتيوب اللي بقت موجودة بشكل يومي تقريبا. وبصراحة انا ما بقتش عارف اطلع كل شوية اقول ايه لمنشئ المحتوى، غير ان اوضح له ان المشكلة دي مشكلة عامة، واتمنى ان حضرتك لا تيأس. والموضوع ده معناه ان عندك في المحتوى هنا مرات الظهور بتقل للفيديوهات بشكل كبير جدا، وكمان الشورتز بيقل، وكمان الفيديوهات المباشرة بتقل، وكمان المشاركات بتقل. كل الكلام ده بيقل. ادخل على الجمهور وشوف الفرديون وشوف الدائمون، برضو هتلاقيهم بيقلوا. اللي بيحصل في اليوتيوب الفترة الأخيرة اللي هم اليومين اللي فاتوا دول واليومين اللي جايين، احنا بقينا نتعود عليه بشكل مستمر، بقى موجود في حياتنا الطبيعية كمنشئين محتوى قدامى. فلو انت جديد ولسه بتمر بالنكسة فتعود، اتعود، لان اللي جاي احسن ان شاء الله وبفضل الله. لازم تكون عارف لو قناتك كانت شغالة وبدأت تقل من غير ما تعمل اي اخطاء، زي انذار، زي ارشادات منتدى، زي مسح فيديوهات، زي انك تسيب القناة وتمشي، فحضرتك هترجع تعود. لو فضلت تستمر في انشاء المحتوى هترجع ترتفع تاني. اهو اهو احصائياتها، بص اهو. لو انا هنا يئست ما كنتش طلعت، لو انا هنا يئست ما كنتش طلعت. اهو الطلعه 3,000 في اليوم، طلعت، دي الطلعه اهو. انا لو يئست في يوم من الايام ما كانش زمان طلعت من تاني. فعشان كده بطلب من حضرتك لو سمحت اوعى تيأس. المشاكل دي مشاكل عامه، اليوتيوب مش مستقصد حضرتك بس، انا وانت وجميع منشئين المحتوى بنمر بالانخفاض ده. فلو سمحت ابدأ حالا، نزل فيديوهات واستمر في انشاء المحتوى، هيظهر. ومعدل ظهورك النهارده لو خدت 100 مرات ظهور احسن من صفر، لو خدت 50 احسن من صفر. استمر في انشاء المحتوى، ده اللي انا عايز اقوله. وامبارح قلت في البث واتكلمت في البث على الاحداث الكتير جدا اللي حصلت في اليوتيوب الفترة الاخيرة، واتكلمت عن ميزة التشكرات، واتكلمت ان اليوتيوب بيحاول على قد ما يقدر ان هو ينعش منشئ المحتوى، ولكن كان لازم اوضح لك الموضوع ده. كان لازم تفهم من الانخفاض ده انخفاض، والحل والله العظيم مش في ايدك، والله العظيم الحل مش في ايدك ولا في ايدي. لو جيت اتكلمت وقلت طب انت بتنزل 4 فيديوهات، طب ادينا اهو نزلنا 4 فيديوهات مفيش مشاهدات اهو. الموضوع هنا لازم ترند، والترند هو اللي هيرجع يفوقك، زي ما حصل في الفيديوهات دي، زي ما حصل في فيديو فعلها الان الخاص بي تشكرات. الحاجات دي لازم تكون موجودة عشان يبدأ ينعش القناة بتاعتك بزيادة المشاهدات.
الترند فقط لا غير في محتواك، الترند فقط لا غير في محتوى الجيمينج. لكن لو جينا بصينا على الفيديو اللي كان بيجيب 4000 ساعة مشاهدة بقى بيجيب 2700، يعني نقص لوحده 1300 مشاهدة في اخر 48 ساعة. الفيديو الخاص باعدادات القناة كان بيجيب 1200، بص هتجيب كام؟ ادي القناة 587. طريقة انشاء حساب جوجل ادسنس كان بيجيب 900، شوف انشاء حساب جوجل ادسنس بيجيب 900 بقى بيجيب 848. الانخفاضات دي بتمر على الفيديوهات القديمة، والجديد ان شاء الله يحاول ينتعش معانا ويبدأ يعيد للقناة انتعاشها. هي غلطة في اليوتيوب تقريبا شهريا بنمر بيها، انا متأكد ان اليومين الجايين هنلاقي بالتأكيد خلل في الاحصائيات، وساعتها بقى هنقول احنا هكرنا اليوتيوب، اتعودنا على اللي بيحصل من اليوتيوب. شكرا للجميع.